بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أهلا بكم في عائلة أكاديمية القمم الطبية. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية من مادة البيولوجي اللي هي علم الأحياء. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن المحاضرة الثانية عن موضوع المولكيولار كومبوزيشن أوف سيلز، عن شنو، عن المكونات أو الجزيئية مال الخلايا. زين، كومبوزيشن مكونات، مولكيولار جزيئية of cells اللي هي الخلايا. فأيضا عندنا objectives اللي هي الأهداف اللي مفروض إحنا محققيها من نكمل هاي المحاضرة، راح نحكيها على السريع ونبدي بمحاضرتنا نشرحها إن شاء الله. فركزوا وياي حتى تطلعون من هاي المحاضرة مفتهمين، تمام؟ يلا، الobjective مالتنا هي شنو حتكون؟ أول شيء حتكون define water and determine the function of water in body. أول شيء راح نعرف define، يعني نعرف الwater الماء، ونحدد determine نحدد the functions يعني الوظائف مال الماء in the body للجسم مالتنا. ثاني شيء راح summarize the structure of the pH scale and the importance of buffers to biological system. summarize يعني راح نلخص structure يعني التركيب مال pH scale، هذا اللي هو pH اللي موجود بجسمنا اللي هو يقيس حموضة الدم اللي هو أو يعكس حموضة الدم اللي هو عنده فد رينج ثابت. هسه راح نحكي إن شاء الله، وراح نشرح الأهمية الامبورتنس أهمية البفرز للبيولوجيكال سيستم اللي الأجهزة الحيوية مالتنا. أيضا راح نشرح إن شاء الله describe the four major types of biological molecules، راح نوصف الفور major types الأربع أنواع الأساسية مال البيولوجيكال molecules مال الجزيئات الأحيائية. Understand the rules of the four major types of molecules، وراح نفتهم understand يعني راح نفهم الرول rules مال the four major types، دور هاي الأربع أنواع الأساسية أو أربع أنواع الأساسية من الجزيئات اللي حكيناها، تمام؟ فهاي هي الأهداف مالتنا. خلي نبدي بالمحاضرة. cells يقول الخلايا are composed of، تتكون من مين؟ تتكون الخلايا تتكون من water اللي هو الماء، تتكون من inorganic ions من ايونات inorganic يعني غير عضوية، زين، وبعد تتكون من carbon containing organic molecules، تتكون من جزيئات تحتوي على الكربون اللي هي الجزيئات العضوية، organic يعني عضوية. إذن الخلايا تتكون من ماء water من ايونات غير عضوية ومن جزيئات عضوية أو ايونات عضوية اللي تحتوي على الكربون. زين، الwater is essential for life، المي هو كلش ضروري للحياة. الماء الووتر اللي هو تركيبه الكيميائي H2O is the most abundant molecule in living organism، يقول هو أكثر جزيئة موجودة أو متوفرة بالكائنات الحية. ليش؟ الووتر serves a number of essential functions in the body also making up about 60-70% من the total body weight. أول شيء الماء يشكل 60-70% من شنو؟ من وزن الجسم الكلي، لذلك هو أكثر شيء يعني هو أكثر عنصر متواجد بالجسم المي، لأنه يشكل 60-70%. زين، أيضا يسوي serves a number يعني يقدم لنا عدد من الوظائف الضرورية بالجسم. زين، هذا الماء فهو كلش ضروري للحياة والأجسامنا. زين، شنو هي functions of water in the body؟ شنو وظائف هاي هذا الماء بالجسم مالتنا؟ أولاً الwater is the primary building block of units، هو اللبنة مثل ما نقول اللبنة الأساسية للخلايا. زين، إذن هو البناء الأساسي للخلايا. إذن أول شيء هو the primary building blocks of cells. بعد اثنين it regulates our internal body temperature by sweating and respiration. شي يسوي it regulates يعني ينظم our internal body temperature، ينظم حرارة الجسم الداخلية. شلون؟ عن طريق التعرق، من واحد ترتفع درجة حرارته راح يبدي sweating يتعرق، وعن طريق respiration النفس التنفس. هاي كله الماء ينظم هاي الأشياء. أيضا forms saliva، يكون اللعاب اللي فمنه هو منين جاي؟ من الووتر. بعد act as a shock absorber for brain, spinal cord and fetus، يشتغل ك يعني هذا الماء اللي موجود بالبراين بالدماغ وبالحبل الشوكي مالتنا وبالجنين موجود الطفل اللي بالرحم مال الأم، هو يشتغل كشنو؟ دولة كلهم عندهم ماء أو سائل. ليش؟ لأن هذا يشتغل كشوك أبزوربر يعني يخفف الضغط، زين، أو يمتص الصدمة، يخفف الضغط اللي يصير على هاي الأعضاء. بعد it assists in flushing waste mainly through urination، أيضا يساعد الماء assist يعني يساعد in flushing
ويست يساعد انه يساعدنا انه نتخلص فلاشينج ويست، يعني نتخلص من الفضلات مينلي، يعني اكثر شيء خلال شنو، خلال التدرر، خلال اليورينيشن. اذا احنا جسمنا من يتدرر راح يطرح الفضلات، فهاي منو اللي يساعد بيه؟ يساعد بيه الماء. زين، بعد شنو وظيفته؟ الكربوهيدرات اند البروتين ذات اور بوديز يوز اس فود ار ميتابولايزد اند ترانسبورتد باي ووتر اند ذا بلود ستريم. يقول هاي الكربوهيدرات والبروتينات اللي جسمنا يستخدمها كطعام از فود، كطعام الى ار ميتابولايز، راح تتأيض وترانسبورت، تنتقل عن طريق الماء وين؟ بالاوعيه الدمويه، بالبلود ستريم، بالاوعيه الدمويه. اذا يعني لو ما الماء ما راح اقدر أأيض هاي المواد ولا راح اقدر انقلها بالاوعيه الدمويه. ايضا لبريكيت جوينتس، هذا الماء ايش يسوي؟ يرطب. لبريكيت يعني يرطب لنا المفاصل، هاي المفاصل مال الجسم مالتنا بيناتهم اكو ماده سائله او غضروف، هذا الغضروف اللي هو ماده سائله، هذا شيء يسوي؟ يرطب المفصل، ما يخلي المفصل ويحك واحد بالثاني حتى لا يصير يعني احتكاك ويخرب، تخرب المفاصل مالتنا. فاكو ماده سائله اللي هي جايه من الماء، هاي الماده تلبريكيت، ترطب المفاصل مالتنا، فهاي هي الوظائف مالت الماء بالجسم. زين، وصلنا الى الاسيدز اند بيسز اللي هي الحوامض والقواعد. زين، الاسيد هو شنو؟ هو حامض. يقول هو ار مولكيولز ذات ديسوسييت ان ووتر، هي عباره عن جزيئات تذوب في الماء، dissociate تذوب في الماء، releasing hydrogen ion. اذا من تذوب بالماء ايش تعطينا؟ releasing يعني راح تحرر او تنطيني hydrogen ions، هاي الاحماض من تذوب بالماء تنطيني hydrogen ions اللي هي ال H positive. البيسز القواعد هي جزيئات، ايضا molecules هي هم جزيئات، that either take up hydrogen up. ايش يقول؟ يقول هاي اما هاي الجزيئات اما راح تاخذ الهيدروجين ايون او تنطينا ريليز، يعني تنطينا الهيدروكسيد ايون. اذا هاي القواعد اما تاخذ الاتش ايون او تنطينا هي هيدروكسيد ايون اللي هي الاو اتش نيجاتيف. زين، فهذا تعريف شنو حوامض شنو قواعد. زين، لا شنو البي اتش سكيل؟ البي اتش هو شنو؟ البي اتش از ديتيرمايند باي ذا هيدروجين ايون كونستريشن. هذا احنا البي اتش نحدده عن طريق شنو؟ عن طريق تركيز ايونات الهيدروجين، عن طريق هاي الايونات مال الهيدروجين ايش قد تركيزها هي نحدد البي اتش. الاسيد شبيه الاسيد الاحماض، انكريز الاتش بات ديكريز البي اتش اوف ووتر. شوف الاسيد راح تزيد الهيدروجين، زين، لان هي قلنا مثل ما قلنا بتعريفها ريليز الهيدروجين ايون، فزيد الهيدروجين، بس شو تسوي؟ تقلل البي اتش مال الماء، تقلل البي اتش مال الماء. يعني كل ما كان البي اتش قليل كل ما يكون المحلول حامضي، وكل ما كان عالي يكون المحلول قاعدي. And bases شبيها، ويقول والقواعد decrease ال H on، بالعكس هسا الأسيد كانت تزيد ال H، هنا القواعد لا بالعكس تقلل ال H، بس شو تسوي؟ تزيد ال pH مال water. تمام، فالأسيد تزيد ال H ion وتقلل ال pH، بينما القاعدة شو تسوي؟ تقلل ال H وتزيد ال pH. زين، البفر شنو هو البفر؟ البفر هذا فد نظام موجود بجسمنا حتى يحافظ على pH ثابت مال الجسم. هسا نجي نشرحها. يقول هو substance، هو مادة that helps، تساعدنا انه minimizing the change in the pH of the solution. اها، تساعدنا انه نقلل التغير اللي يصير بال pH مال المحلول من يضاف الى قواعد او حوامض. اذا اني لو ما البفر عندي اللي هو فد مادة تساعدني انه اقلل التغير اللي حاصل بال pH مال المحلول من اضيف له حوامض او قواعد. زين، this is important، هذا كلش مهم البفر سيستم. ليش؟ because most of the chemical processes that occur in living organism are highly sensitive to pH. يقول هذا البفر كلش مهم، ليش؟ هاي المادة مهمة، هذا النظام مهم اللي هو يحافظ على مستوى ثابت من ال pH، أو يساعدني إنه أقلل التغيرات اللي تصير بال pH. ليش هذا مهم؟ لأنه معظم التفاعلات، العمليات الكيميائية اللي تصير بالكائنات الحية هي كلش تتحسس بال pH. And drastic change in pH can cause some serious trouble. لذلك يقول إذا صارت تغيرات كبيرة بال pH راح تسوي لي مشاكل حقيقية ومشاكل يعني كلش خطرة. ليش؟ لأن ال pH مال جسمنا هو متعود على range ثابت، إذا زاد هذا range أو قل راح يصير عندي مشاكل بالجسم مالتي أو بالأجسام الكائنات الحية بصورة عامة. لذلك البفر كلش مهم لأنه يساعد على pH، يساعد ال pH scale يكون ثابت، زين؟ او يقلل التغيرات اللي تصير بالبي اتش من نضيف حامض او قاعدي للمحلول. تمام، ف
فهذا البفر هو مسؤول على التوازن يعني مال البي اتش مال جسمنا. هسه وصلنا للأورغانيك كومباوندز، المكونات العضوية. زين، يقول the chemical compounds of living things are known as organic compounds. يقول المكونات الكيميائية مال الكائنات الحية يسموها المكونات العضوية. ليش؟ because of their association with organism، لأنه بسبب ارتباطها ويا الكائنات، and because they are carbon containing compounds. ليش يسموها عضوية؟ لأن هي تحتوي على ذرات الكربون، تحتوي على الكربون، زين، أو جزيئات الكربون. Among the numerous types of organic compounds، يقول من بين among يعني من بين الأعداد أو الأنواع الكثيرة من الأورغانيك من هاي المواد العضوية، عندنا four major groups، أربع جروبات أساسية are found موجودة بكل الكائنات الحية، اللي هي شنو هاي الأربعة؟ اللي هي الكربوهيدرات، الليبيد اللي هي الدهون، البروتينز اللي هي البروتينات، والنيوكليك أسيد الأحماض النووية. تمام، هاي الأربع جروبات هي الأساسية اللي تشكل المكونات العضوية زين الموجودة بالكائنات الحية. أول وحدة راح نبدي بيه أول جروب هو الكربوهيدرات. زين، يقول almost all organisms use carbohydrate as source of energy. يقول تقريبا كل الكائنات تستخدم الكربوهيدرات كشنو؟ كمصادر للطاقة، sources كمصادر للطاقة. In addition، بالإضافة إنه some carbohydrates serve as structural materials. يقول بالإضافة إلى هذا، بعض الكربوهيدرات serve as تشتغل كشنو؟ كمواد تركيبية، material مواد، structural تركيبية. إذا تشتغل كمواد تركيبية، يعني بالإضافة إلى هي مصادر طاقة، تشتغل أيضا كمواد تركيبية. الكربوهيدرات هي molecules، هي جزيئات composed of، تتكون من منو؟ تتكون من الكربون، تتكون من هيدروجين and الأكسجين. تمام؟ The ratio of hydrogen atoms to oxygen and carbon atoms 2:1. شي يقول؟ يقول نسبة الراتيو، يعني النسبة مال ذرات الهيدروجين إلى ذرات الأكسجين والكربون هي 2:1. يعني شنو هذا معنى الحكي؟ يعني معنى ذرات الهيدروجين أكبر من ذرات الأكسجين والكربون، زين، لأن النسبة 2:1. The basic building blocks of carbohydrate molecules are the monosaccharides. وش ده يقول؟ يقول the basic building blocks، اللبنة الأساسية أو الوحدة الأساسية مال الكربوهيدرات، مال جزيئات الكربوهيدرات، هي من هي؟ هي المونوسكرايدز، هي المونوسكرايدز. زين، مونو يعني أحادية، سكرايدز اللي هي سكرايد، فأحادية أحادي السكرايد هو هذا يشكل شنو؟ يشكل اللبنة الأساسية بجزيئات الكربوهيدرات. زين، the most important monosaccharide، هاي المونوسكرايد، السكرايد الأحادية، مثل منو؟ مثل الجلوكوز، يعني الأكثر شيء المهمة، المونوسكرايد المهمة هي الجلوكوز، الفركتوز والجالكتوز، هاي كلها مونوسكرايد. زين، هاي هي التركيب الكيميائي مال الجلوكوز، وهذا التركيب الفركتوز، وهذا الجالكتوز. زين، يقول two monosaccharides can form a covalent bond between them to form a disaccharide sugar. يرجع يقول عندنا، إذا عندي أنا اثنين two monosaccharides، يعني عندي اثنين جزيئات مال السكرايد monosaccharides، هذولا إذا اتحدوا بآصرة، زين، إيش راح يسوون؟ يسوون بيناتهم، يعني إذا صارت بيناتهم آصرة كيميائية بيناتهم، راح يكون لي disaccharide sugar، راح يكون لي سكر، يكون disaccharide، داي يعني ثنائي، إذا ثنائي سكرايد. إذا واحدة أحادي سكرايد وواحدة هم منها أحادي سكرايد، اتحدوا بيناتهم بآصرة، راح يكونوا لي داي سكرايد اللي هو ثنائي السكرايد، يكونوا لي شجر ثنائي السكرايد. Three important disaccharides are also found in living things. أيضا عندنا ثلاث أنواع مهمة من الداي سكرايد، من السكرايد الثنائية، موجودة بالكائنات الحية، اللي هي المالتوز والسكروز واللاكتوز. هسا الجلوكوز والفركتوز والجالكتوز هاي أحادية السكرايد، مونو سكرايدز، بينما الداي سكرايدز منية؟ المالتوز والسكروز واللاكتوز، هاي هي تركيباتهم الكيميائية. زين، إذا وحدة جزيئة مونو سكرايد تحدث ويا لخها مونو سكرايد بآصرة، راح يكونوا لي أيضا شجر، يكون داي سكرايد. وش يرجع يقول وين many monosaccharide molecule، وإذا كانت هاي السكرايد الأحادية هواية جزيئات،
يعني هواي جزيئات عندي من المونوسكرايد، مو بس اثنين، اكثر من وحدة او اكثر من اثنين are joined together، اذا ارتبطت وحدة ويا الثانية with covalent bonds هم بأواصر، ايش راح تسوي؟ we have راح يصير عندنا تركيب اسمه polysaccharide. poly يعني متعدد، فسكرايد يكون هو يعني هواي متعدد السكرايد. Among the most important polysaccharide، وأيضا شنو أهم polysaccharide موجود بالأجسام بالكائنات الحية، هو الستارش اللي هو النشا، الستارش which is composed of اللي هو منين يتكون؟ يتكون من hundreds or thousands of glucose units. هذا الستارش اللي هو polysaccharide، يعني من دا أقول polysaccharide اللي هو متعدد السكرايد، يعني شنو أصله؟ يعني أصله جاي من عدة جزيئات مونوسكرايد مرتبطة بأواصر وحدة ويا الثانية فكونت هذا البوليسكرايد. مثال عليه الستارش اللي هو النشا. هذا منين يتكون الستارش؟ يتكون من مئات بل الآلاف من الجلوكوز يونت، من وحدات الجلوكوز اللي هو أصلا مونوسكرايد. هاي وحدات الجلوكوز اللي هي الهواية اللي هي ممكن تكون مئات أو آلاف linked to one another، مرتبطة وحدة ويا الثانية فكونت لنا الستارش اللي هو النشا اللي هو بوليسكرايد. الستارش serve as a storage form for carbohydrate in plants. الستارش يشتغل ك storage form، ك يعني كمخزن للكربوهيدرات بالبلانس بالنباتات. إذا الستارش هو كمخزن للكربوهيدرات وين؟ بالنباتات. زين، الجلايكوجين شنو؟ الجلايكوجين يقول is also composed، هم هو همتين يتكون من thousands، من آلاف من الجلوكوز يونت، من وحدات الجلوكوز. But the units are bounded in a different pattern. هنا أنا هاي اليونت مال الجلوكوز الهواية المرتبطة وحدة ويا الثانية مرتبطة بنمط يختلف عن الستارش. هنا نحن بالستارش مهم قلنا عبارة عن عدة وحدات من الجلوكوز مرتبطة وحدة ويا الثانية. هنا هم نفس الشيء بالجلايكوجين، بس هنا نمط الارتباط راح يكون مختلف. زين، الجلايكوجين هو شنو؟ is the form in which glucose is stored in the human liver. الجلايكوجين هو خزين للجلوكوز وين؟ بالكبد مال الإنسان، يعني كبد الـ human liver. liver يعني كبد، human الإنسان، جسم الإنسان. فالكبد مال الإنسان يخزن الجلوكوز. شلون يخزنه بالكبد مالتنا؟ شلون ينخزن الجلوكوز؟ ينخزن بصفة جلايكوجين. زين، يعني ينخزن كجلايكوجين، تمام. وهذا هو تركيب الستارش، التركيب الكيميائي، وهذا تركيب السليلوز. زين، فالجلايكوجين هو موجود بالكبد الإنسان، بينما الستارش موجودة بالنباتات. ثاني جروب من المكونات العضوية مال الكائنات الحية هو الليبيدز اللي هي الدهون. طبعا الليبيدز are large molecules، هي جزيئات كبيرة. that do not dissolve in water، شبيهة لا تذاب في الماء. do not dissolve يعني لا تذاب في الماء. they are organic molecules، هي عبارة عن مكونات عضوية تتكون composed of، تتكون من شنو؟ من كربون وهيدروجين وأكسجين أتومز. أيضا تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين. النسبة the ratio of hydrogen atoms إلى الأكسجين أتوم هنا إيش راح تكون بالدهون؟ يقول نسبة ذرات الهيدروجين إلى ذرات الأكسجين بالدهون راح تكون much higher، يعني حتكون أعلى بالدهون مما بالكربوهيدرات. إحنا هناك مو قلنا بالكربوهيدرات، قلنا نسبة الهيدروجين، ذرات الهيدروجين إلى ذرات الأكسجين والكربون راح تكون أعلى، قلنا 2:1. هنا هماتين حتكون أعلى، بس تكون أعلى بكثير مما بالكربوهيدرات. زين، فعندنا there are three major groups of lipid، عندنا ثلاث أنواع أو ثلاث جروبات أساسية من الدهون. شنية؟ الفات and oils، الدهون والزيوت. عندنا أول شيء الفاتس and oils اللي هي الدهون والزيوت، راح نشرح عنها. الفات and oils form when one glycerol molecule react with three fatty acid molecules. منين تتكون هاي الدهون والزيوت؟ تتكون form when عندما جزيئة واحدة glycerol تتفاعل ويا ثلاثة شنو؟ ثلاث جزيئات fatty acid اللي هي أحماض دهنية. إذا من عندي جزيئة glycerol تتفاعل مع ثلاثة جزيئات أحماض دهنية راح يتكون الفات والأويل. زين، أفاتي أسيد الحامض الدهني هو إذا كربون هيدروجين تشين، هو عبارة عن سلسلة بها كربون هيدروجين تنتهي that ends with، تنتهي بشنو هاي السلسلة؟ تنتهي with the acidic group، تنتهي بأسيدك group اللي هو COOH.
زين، الفاتي أسيد أيضا تتقسم إلى، نقسمها either saturated مشبعة، زين نقول أحماض دهنية مشبعة، أو unsaturated أحماض دهنية غير مشبعة. saturated مشبعة، unsaturated غير مشبعة. زين الساتوريتد فاتي أسيد هي شنية؟ يقول have no double bonds bonds between the carbon atom. هنا الأحماض الدهنية المشبعة ما عدها أواصر ثنائية between بين ذرات الكربون. The chain is saturated. السلسلة راح تكون مشبعة ويا كل الهيدروجين اللي تقدر تتحمله. إذا السلسلة هنا مالت الدهون مال الأحماض الدهنية حتكون مشبعة بكل الهيدروجين اللي تقدر تتحمله. It can hold. زين. And they are solid at room temperature. وهاي الأحماض الدهنية مشبعة تكون صلبة درجة حرارة الغرفة. إذا هي ما عندها سواصر ثنائية بين ذرات الكربون، وتكون مشبعة ويا كل الهيدروجين اللي تقدر تتحمله، وتكون صلبة بدرجة حرارة الغرفة. لعد الآن saturated fatty acid شنية؟ الأحماض الدهنية الغير مشبعة. هاي have double bonds in the carbon chain. هاي عندها أواصر ثنائية بسلاسل الكربون. Wherever the number of hydrogen is less، وهنا راح يكون عدد الهيدروجين أقل than two pair carbon. زين راح يكون عدد الهيدروجين أقل من اثنين لكل ذرة كربون. And they are liquid at room temperature، وتكون سائلة بدرجة حرارة الغرفة. تمام، هذا الفرق بين الساتوريتد والانساتوريتد. زين طبعا هذا مخطط يوضح الساتوريتد فات. اوكي هنا اكو single bonds between carbon. زين الساتوريتد قلنا يعني single مو ثنائية، ماكو أواصر ثنائية بس وحدة. زين وتكون صلبة، بينما هنا بالآن saturated يكون one or more double bonds، قلنا أكو أواصر ثنائية بيناتهم وأكو عادة تكون سائلة بدرجة حرارة الغرفة. تمام وصلنا إلى الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد شنية؟ الفوسفوليبيد molecule، جزيئات الفوسفوليبيد is similar to a fat، هي تشبه الدهن تشبه الدهون except عدا that the third fatty acid is replaced. يعني هاي الفوسفوليبيد جزيئات الفوسفوليبيد هي تشبه عينا الفات عدا شغلة واحدة، انه the third fatty acid، زين الحامض الدهني الثالث راح استبدل بشنو؟ بفوسفيت جروب، شالوه وخلوا بداله فوسفيت جروب. زين الفوسفيت اند مال المولكيول، هاي الفوسفيت اند مالت الجزيئة will dissolve، راح تذاب بالماء ويسموها hydrophilic love water. يعني شنو hydrophilic؟ باعوا هي مو هاي الفوسفوليبيد عبارة عن chain بيها منا نهاية ومنا نهاية أو منا ومنا. زين هذا اللي الجزء مال الفوسفيت جروب يحب المي love water، يحب المي يعني يذاب بالماء، يسموه hydrophilic hydrophilic يعني محب للماء يذوب بالماء. زين بينما النهاية الأخرى اللي هي الفاتي أسيد أند اللي هي نهاية الأحماض الدهنية، زين مال الجزيئة شبيها ربلز ووتر and is called hydrophobic. متى هاي النهاية؟ شوفوا هسه هاي النهاية تحب المي تذاب بيها، بينما هاي النهاية مالت الأحماض الدهنية، هاي العفو البرتقالية الخيوط، زين هاي ما تحب الماء، ما لأن هي دهون ما تذاب بالماء، احنا مو قلنا دهون ما تذاب بالماء، فيسموها هيدروفوبيك. ليش هيدروفوبيك؟ عندها فوبيا من الماء ما تذاب بالماء. زين فالفوسفوليبيد بيها نهاية محبة للماء ونهاية تكره الماء. الفوسفوليبيد are a major component of membrane surrounding the cells of our organism. يقول الفوسفوليبيد هي من المكونات الأساسية بالأغشية اللي تحيط الخلايا مال كل الكائنات الحية. وصلنا للستيرويد. الستيرويد شنية العد؟ الستيرويد يقول unlike the phospholipid and fat، هي ما تشبه لا الفوسفوليبيد ولا الفات. الستيرويد شبيها هذا رينج ستركتشر. هسه نيجي من حكينا عليهم الفوسفوليبيد والفات، قلنا التراكيب مالتهم شكل chain سلسلة، بينما الستيرويد لا، التركيب مالتها رينج بشكل دائرة. زين they are grouped with lipid، يقول هاي راح تصير يعني جروب تتصفط بجروبات with lipid ويا الدهون because they are also hydrophobic. ليش راح تصير جروب ويا الدهون؟ لان هي هماتينة تكره الماء ما تذاب بالماء hydrophobic. شنو الامثلة على الستيرويد؟ عندنا مثل الكوليسترول، الفيتامين دي، الكورتيزون، الاستروجين، هاي الهرمونات والفيتامينات والكوليسترول، هاي كلها امثلة على الستيرويد. تمام هذا تركيب الكوليسترول. زين وصلنا إلى
الرولز مال الليبيد، يعني شنو فوائد او شنو وظائف الدهون، شنو وظائف الدهون بالجسم مالتنا، يعني شو تسوي؟ اولا بروفايد، توفر ان امبورتنت فورم اوف انرجي ستورج، اذا بروفايد توفر لنا فد مصدر او للطاقه او خزن، يعني تكون هي امبورتنت فورم فور اوف انرجي ستورج، لخزن الطاقه، تعتبر فد فورم جيد، يعني مكان مناسب انه او مهم لخزن الطاقه. ثاني شغله الليبيد ار ذا ميجر كومبوننت اوف سيل ممبرين، هي من المكونات الاساسيه بالاغشيه من مال غشاء الخليه، الدهون، اذا الدهون هي من المكونات الاساسيه من غشاء الخليه، مال غشاء الخليه. بعد الليبيد بلايز رول ان سيل سيجنالينج، الدهون تلعب دور بالسيل سيجنالينج، اوكي، اللي هي الاشارات اللي يصير داخل الخليه، both as a steroid hormone and as a message molecule that convey a signal from cell surface receptors to target within the cell. احنا عندنا بالخلية يكون اكو signaling، يعني اشارة داخل الخلية وحدة للثانية، زين، واكو message molecules اللي هي جزيئات تنقل الاشارات هاي، زين، اللي هي راح that convey signal، اللي تنقل signal من السطح الخلية، من الريسبترات اللي موجودة على سطح الخلية الى الأماكن اللي مفروض تودي لها، إلى التارجت اللي تريد تودي لها داخل الخلية. فهاي الدهون تلعب دور بهاي النقل الإشارات اللي يصير بداخل الخلية، زين؟ زين، فهذا هو دور الدهون، تمام؟ هاي ثلاث نقاط. ثالث جروب هو منه؟ هو البروتينز، اللي هي البروتينات. ثالث جروب من المكونات العضوية اللي احنا دا نشرحها، أول شي حكينا الكربوهيدرات، بعدين حكينا على الليبيد، هسه ثالث جروب هو البروتينات. The proteins among the most complex of all organic compounds. شو يقول؟ يقول البروتينات هي among the most complex، هي أكثر يعني من المكونات العضوية المعقدة. Okay, among the most complex of all، إذن هي الأعقد من بين كل المكونات العضوية. Are composed of، تتكون منين هاي؟ من أمينو أسيد، من أحماض أمينية. زين، there are جديد أكو عندنا 20 نوع من الأمينو أسيد، عندنا 20 نوع من الأمينو أسيد. One protein، كل البروتين الواحد differs from، يختلف عن الثاني another by شنو يختلف؟ يختلف by the number and arrangement of the 20 different amino acid. يعني البروتين الواحد يختلف عن الثاني بشنو يختلف عنه؟ يختلف عنه بعدد والترتيب، arrangement، الترتيب مال هاي العشرين حامض أميني. زين، هي كل البروتينات تتكون من 20 حامض أميني، لكن الاختلاف بين بروتين والاخ هو بشنو؟ بالعدد والترتيب مال هاي العشرين الحامض أميني، تمام؟ البرايمري ستركتشر مال البروتين is a long chain، التركيب الأساسي مال البروتينات هي عبارة عن سلسلة طويلة، long chain يعني سلسلة طويلة، made of، تتكون من هواية شنو؟ many amino acid، من هواية أحماض أمينية. The long chain of amino acid twist and folds on itself to produce the final shape of a protein. هاي السلسلة الطويلة مال الأمينو الأحماض الأمينية، يعني راح twist تنقل بوحدة على الثانية وfolds طب وحدة بالثانية on itself، يعني حتى تكون لي الشكل النهائي مال البروتين. هسا هذا هو البرايمر بروتين ستركتشر، هذه هي السلسلة الطويلة مال الأمينو أسيد. هاي السكندري تصير بأشكال مختلفة، هاي التيرشري، العفو، هاي التيرشري، زين، الشكل التيرشري اللي هو يكون ثلاثية، تركيب الثلاثي، هذا التركيب الأساسي، هذا الثنائي، هذا الثلاثي، وهذا الرباعي، تمام؟ يعني هي تستويست وفولز، تسوي فولز وتويست، يعني المعنى تصير بشكل النهائي مال البروتين. زين، شنو الرولز مال البروتين؟ شنو دور هاي البروتينات بالجسم؟ شنو دورها؟ شو تسوي؟ اولا عندنا الكولاجين اند الكيراتين ار ستراكشرال بروتينز. الكولاجين والكيراتين هي بروتينات تركيبيه. الكولاجين هولدز ذا تيشو توجذر، هذا الكولاجين يتشلب بالانسجه وحده ويا الثانيه خلال ثرو اوت ذا بودي، بالجسم، خلال الجسم، اند العفو and strengthen ligaments and tendons. وبعد شي يسوي هذا الكولاجين؟ الكولاجين هو موجود ببشرتنا، موجود بالأنسجة، هذا الكولاجين عن طريقه راح تتماسك الأنسجة وحدة ويا الثانية خلال الجسم، وراح تتقوى، strengthen يعني قوي الليجمنت، الأربطة والأوتار اللي موجودة بالجسم. الكيراتين is a protein that toughen and waterproof the skin، بينما الكيراتين هو بروتين يقوي ووتر بروف ذا سكين، يقوي الجلد مالتنا، زين، تمام.
الثاني وظيفة اللي هو ثاني رولز لها انه البروتين اكتين اند مايوسين بيرمت اور مسل تو كونتراكت. هسه احنا حكينا على الكولاجين والكيراتين، ثاني بروتينات هي الاكتين والمايوسين. هاي الاكتين والمايوسين هي بروتينات موجودة بالعضلات مالتنا تسمح بيرمتس، يعني تسمح للعضلات مالتنا انه تتقلص، يعني عضلاتنا تتقلص لانه موجودة بها بروتين الاكتين والمايوسين. زين، ثالث شيء الانزيمات، الانزيمز ار سبيشال كلاس اوف بروتين، يعني الانزيمات هي اصلها بروتين، هي فد نوع مخصص من البروتين. ذات اسيست تساعد الاذر كيميكلز، تساعد الكيميكلز الاخرى to react with each other، اذا تساعد التفاعلات الكيميائيه الاخرى تتفاعل وحده ويا الثانيه. من هي الانزيمات اللي هي شنو اصلها؟ اللي هي اصلها بروتينز. زين، يقول many hormones that regulate body function are protein. ايضا هوايه يقول من الهرمونات اللي تنظم الوظائف مال جسمنا هي اصلها بروتينز. زين، بعد الهيموغلوبين is a blood protein. عندنا الهيموغلوبين اذا تذكرون حكينا عنه، هو ما اعرف حكينا عليه محاضرتكم لو غير محاضره. الهيموغلوبين هو المهم، هو blood protein، هو فد بروتين موجود بالدم ذات ترانسبورت اللي ينقل الاكسجين والكربون دايوكسيد خلال الجسم. زين، يجيب اكسجين وياخذ كربون دايوكسيد خلال الجسم اللي هو من هو الهيموغلوبين اللي هو شنو طلع اصله بروتين. بعد الانتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده اللي هي هم اصلها بروتينز، هم طلع اصلها بروتين موجوده بالدم مالتنا وبالسوائل مال الجسم، بالبادي فلويدز يعني بسوائل الجسم اللي تساعدنا هيلب تو فايت انفكشن. هاي الاجسام المضاده اللي هي اصلها بروتينات اللي موجوده بالدم مالتنا وبالسوائل الجسم مالتنا تساعدنا انه نقاوم او نحارب العدوى اللي الانفكشن يعني العدوى، بتساعدنا انه نحارب هاي العدوى من هي الاجسام المضاده. اذا وظائف البروتينز انه هاي حكينا انه عندنا كولاجين وكيراتين، عندنا اكتين ومايوسين، عندنا الانزيمات اصلها بروتينات، الهرمون اصلها بروتينات، الهيموغلوبين اصلها بروتين، الانتي بوديز والى اخره. زين، وصلنا الى الجروب الرابع والاخير اللي هو النيوكليك اسيد اللي هو الاحماض النوويه. النيوكليك اسيد شبيها كونتين تحتوي على الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين اند الفوسفورس. اوكي، هاي مكونات الاحماض النوويه. They are composed of، تتكون منين؟ من النيوكليوتايد. هاي الاحماض النوويه تتكون من النيوكليوتايد. النيوكليوتايد منين يتكونهم؟ consist of، يتكون من نيتروجين containing base، من قاعدة تحتوي على النيتروجين، ومن sugar and a phosphate group. زين، هاي مكونات النيوكليوتايد. تمام، there are two kind of nucleic acid، عندنا نوعين من الأحماض النووية، DNA اللي هو اختصار اللي هو الاسم الكامل أو هو اختصار deoxyribonucleic acid، والنوع الثاني هو RNA اللي هو ribonucleic acid. تمام، هذا هو شكل النيوكليوتايد اللي هو يتكون من فوسفيت، يتكون من شوغر، ومن نيتروجين كونتينينج بيز. زين، هسه راح نجي نقارن بين هاي النوعين من الاحماض النوويه اللي هي دي ان اي والار ان اي، وهاي المقارنه مهمه يعني عاده يجيبون منها اسئله وهيك. الدي ان اي والار ان اي، الشوغر اول شيء هو شنو؟ هذا مال دي ان اي هو ديوكسي رايبوز، بينما الار ان اي بس رايبوز. البيزز القواعد هنا منين يتكون الدي ان اي؟ يتكون من الادينين، جوانين، ثايمين، سيتوسين. الRNA ايضا يتكون من ادينين، جوانين، بس بدل الثايمين شكو اكو يوراسيل واكو سيتوسين ايضا. اذا نفس التركيب نفس القواعد هنا بالدي ان اي والRNA، مجرد هنا بالRNA بدل الثايمين صار يوراسيل. الستراندز مالته الحلقه مالته يعني الشكل الدي ان اي يكون دبل ستراندد، يعني سلسلتين، عنده سلسلتين، دبل يعني اثنين سلسلتين. زين، with base pairing. زين، with base bearing، بينما ويا وشنو base bearing؟ يعني القواعد، أزواج القواعد اثنين، يعني هو عنده سلسلتين ومنها أكو قاعدة إنه يقابلها قاعدة، يعني أكو زوج من القواعد كل سلسلة. بينما ال RNA single stranded، فقط سلسلة واحدة. زين، هذا الهيليكس، شوفوا DNA هيليكس يعني حلقي، شكل DNA يكون حلقي. زين، السلسلة ما تكون بشكل حلقي ملتفة واحدة على الثانية، بينما ال RNA ماكو no helix، مو حلقي. تمام، فهاي المقارنة تركزون عليها. زين، شو يقول بعد؟ يقول in DNA، بال DNA there are two chain of nucleotide، مثل ما قلنا اكو عندنا سلسلتين held together، مرتبطة واحدة ويا الثانية by شنو؟ by hydrogen bond، اللي يربطهم هي الأواصر الهيدروجين. The chains are coiled into a helix، قلنا الchain، شوفوا هذا هو شكل ال DNA، اكو عندنا هاي سلسلة
شوفوا هاي سلسلة وهاي سلسلة، تمام؟ مرتبطات بذرات عن طريق أواصر الهيدروجين وكويلد انتو هيلكس. شلون صايرة بشكل شنو؟ بشكل مصفطة، بشكل حلقي، هيلكس يعني حلقي. عن أدينين in one chain، الأدينين مثلا بهاي السلسلة always across، دائما شي قابلة بالسلسلة الأخ يقابل الثايمين in other chain، والجوانين بهاي السلسلة دائما شي قابل بالسلسلة الثانية يقابل السيتوسين. زين اتفقنا؟ تمام. الجينز، الجينات هي سيجمنت من الدي ان اي. اذا شنو هي الجينات؟ هي قطع من الدي ان اي. اذا الجينات هي قطع من الدي ان اي. الار ان اي فانكشن شنو؟ شنو وظيفه الار ان اي لعاد؟ اللي هو سينثيسيس اوف بروتين. وظيفه الار ان اي هو تصنيع البروتينات، تمام؟ هذا هو شكل الار ان اي، حلقه واحده سنجل، قلنا يعني سلسله واحده سنجل ستراندد، تمام؟ هذا هو البيز بير، معناه يعني من هنا اكو قاعده يقابلها من هنا قاعده، من هنا اكو قاعده يقابلها من هنا، وهكذا. هذا سمري فور اورجانيك كومباوند، يعني ملخص للمكونات العضويه اللي حكيناها. ايش حكينا؟ حكينا على الكربوهيدرات، قلنا مثال عليها مونوسكرايد ودايسكرايد وبوليسكرايد. المونومر التركيب مال الجلوكوز، هذا شنو الوظيفه مالتهم؟ ايميديت انرجي اند ستورد انرجي ستراكشرال مولكيولز. يعني شنو؟ يعني مسؤوله عن الطاقه وعن خزن الطاقه وعن هي اصلا الجزيئات التركيبيه. الليبيد الدهون، قلنا مثل الترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه والفوسفوليبيد او الستيرويد. هذا شكل الجليسرول، جايه من وحده جليسرول وهي متحده ويا ثلاثه فاتي اسيد. زين شنو وظيفتها؟ لونج تيرم انرجي ستورج، تخزن الطاقه. وبعد وش اسمه مكونات الاغشيه، قلنا من المكونات الاساسيه هاي الدهون بتركيب الغشاء الخليه. زين البروتينات، قلنا ستراكشرال انزيماتك، ممكن يكون المثال على البروتينات تكون تركيبيه، تكون انزيمات، تكون كارير حامله، تكون هرمونز، تكون كونتراكتايل اللي هي مسؤولة عن تقلص العضلات مثل ما قلنا الأكتين والمايوسين. هذا هو تركيبها أمينو أسيد. زين وقلنا سبورت الميتابوليك، تدعم يعني هي سبورت البروتين، تدعم الجسم ميتابوليك بالتفاعلات الأيضية، بالنقل، بالترانسبورت، بالتنظيم، زين بالحركة، كل هاي لها علاقة البروتين، من وظائف البروتين. نيوكليك أسيد اللي هي الأحماض النووية اللي هي مثل الدي إن إي والآر إن إي والأي تي بي إي، هاي هي تتكون من النيوكليوتايد. زين شنو وظيفة الأحماض النووية؟ storage of genetic information، تحافظ تخزن المعلومات الوراثية، وأيضا تعتبر شنو؟ energy carrier، حاملة للطاقة، تمام؟ لهنا خلصت محاضرتنا الثانية إن شاء الله بهاي المادة. إن شاء الله تكونون استمتعتوا واستفاديتوا وركزتوا بهاي المحاضرة، وهاي هي الرفرنسز، المصادر اللي جابوا منها هاي المحاضرة. وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الثالثة في أمان الله.